الجدار اللام، والإنتر يستمر بهذه المحاولة. سفير تايدر يحاول فيها في الجهة اليسرى، بيرسل الكرة في مكان سليم بتتخلص. المتابعة مستمرة، النيراد زوري يحاول في الجهة اليمنى، كرة لمصلحة الإنتر، موريرا بيرسل الكرة إلى سفير، لكن في الذهاب عند كرة مرتدة سريعة جدا تم قطعها من كراتها لتحقيق بطولة أولى منذ عقيدة اللي سجل من خلالها إيكاردي. الكرة أهداف هيرنان الزلان، بيرسل الكرة في الجهة اليمنى، محاولة بالنسبة للإنتر عن طريق الأموريرا. يا سلام على المرور، سفير تقدر كرة مع عرضية عالية، الكرة شوف الكرة الماضية والمحاولة، لكن على زمن هذه المباراة الوقت يمر سريعا على عشاق الفريق البنفسجي، وليس بتلك السرعة على لاعبي الإنتر. الخطأ في اللقطة الماضية على ماتياس، البدلاء بالنسبة في الشق الدفاعي والتزام وعودة لاعبي خط الوسط، تتكلم عن اللاعب غوارين قبل أن آخر دقيقة ونص. كرة بتصل اللي كان يتعرض لإصابة ويتألم في هذا التوقيت، الدقيقة الأخيرة على الوقت الأصلي لزمن شوط المباراة الثاني. فارغاس بيلعب لكرة، الكرة بتبعد من جديد، تعود الكرة مرة أخرى راسية، عادت الكرة في الجهة اليمنى فيها كرة، سيكون الانتصار رقم 64 في